يا صباح الخيرات، بسم الله. مكملين رحلة التأملات في كتاب الله، وصلنا للآية 110 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظر المسلمين الموحدين للانشغال بحالهم مع الله وترك حسد يهود المدينة ليهم. الآية اللي فاتت كانت بتتكلم عن حسد يهود المدينة، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج منهم إنما خرج من العرب، فحسدوا العرب إن نبي آخر الزمان خرج منهم. فرب العالمين قال للمؤمنين لا تلتفتوا لهذا الحسد، وركزوا في علاقتكم مع الله وفي إكرامكم لبعض، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة لها ركنين. الإقامة هي التحسين والتجويد، وعشان تبقى مقيم للصلاة مطلوب أنك أنت تصلي في أول الوقت وتحاول تبقى خاشع، الظهر مثلا الساعة 12 والعصر الساعة 3. فمن إقامتك للصلاة أن لما ملك الملوك ينده عليك أنه حابب يقابلك تقوم في بداية وقت الصلاة، وده احترام الصغير للكبير وتقديس الصغير للكبير وتعظيم العبد للمعبود سبحانه وتعالى. أما تأخير الصلاة وخروجها عن وقتها وجمع الصلوات كلها بالليل، في عدم إقامة للصلاة وعدم توقير للملك سبحانه وتعالى. فصلي لما تسمع الأذان. التانية وهي محاولة الخشوع، إنك تحاول أول ما تقول الله أكبر تبقى متوجه بصدرك ووجهك للقبلة، لا تتحرك. ده بدايات الخشوع، ألا تتحرك. ولو أنت ذهنك مشغول بحاجات كتير غير ربنا بس ثابت، ده مستوى من مستويات الخشوع، أنت خاشع، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس في تفسيره قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الدرجة الثانية تبقى جسمك ثابت لكن بالك مشغول بطاعات غير الصلاة، أنت برضو خاشع. أنك واحد يبقى مشغول بشغله، واحدة مشغولة بالعيال، طالب عنده امتحان بعد شوية فمش قادر يفكر إلا هيعمل إيه في الامتحان بالمناسبة، أنت خاشع بنص قول الإمام البخاري لما قال باب الرجل يفكر في الشيء وهو في الصلاة، الشيء من أمر الله. ما أنت غصب عنك عندك أزمة في شغلك وأنت العيال عندهم مشكلة وعندك امتحان بعد شوية، تعمل إيه؟ ما كل الحاجات دي طاعات وأنت بتؤجر عليها وهي من أمر الله. فلما نقول لنفسنا اوعى تفكر في الحاجات دي، ده فوق وسع البشر. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول واني لاجهز الجيش وانا في الصلاه، عندهم حرب بعد شويه غصب عنه الفكره هاجمه عليه. فدي درجه من درجات الخشوع. الدرجه الاخيره اللي بندور عليها اني لا افكر الا في الله، ولا افكر الا في الايات اللي بقراها، يا رب نحاول نوصلها. يبقى دي اقامه الصلاه. قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الزكاه هي قدر من المال بيطلع 2.5%، الغني مسؤول عن إعطائه للفقير، عشان كده اسمها إيتاء. أنا مش بخلي فلوسي عندي وأقول اللي عايز مني زكاة يبقى يجي، أنا لازم أؤتيه، عشان كده سميت إيتاء. أنت الغني بيروح للمؤسسة الخيرية ولا بيروح لقريبه المحتاج وبيقول له تفضل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بالفعل ده التواضع، أن الغني لا يرى لنفسه فضلا على الفقير، يبقى تعالى لي لو احتجت مني فلوس أنا عندي زكاة، ده أنت بتروح تديها له وبقمة الأدب، وكأن قلبك بيقول له هذا حقك في مالي، لأن ده حق ربنا. فاسمها إيتاء الزكاة. والزكاة في اللغة يعني النماء، اللي بيطلع زكاة منه ربنا بينمي له ماله ويحافظ له عليه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كل ما أنت كنت غالي عندي، كل ما هديتك كبرت بسبب أن أنت كبير عندي. فلو جبت لي وردة صغيرة هفضل محتفظ بيها، حتى لو دبلت مش هرميها، وحطها بين الكتاب كده وكل شوية هقعد أبص فيها عشان بتفكرني بيك لأنك غالي عليا، ولله المثل الأعلى. أقل كلمة منك عشان أنت غالي عند ربنا هتلاقيها مفاجأة في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله، كلمة خدت لحظة، الحمد لله تملأ الميزان. ليه؟ عشان طلعت منك أنت وأنت كبير عند ربنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم التمرة
معنى الحديث يعني، يجدها العبد يوم القيامة في الميزان كجبل أحد. جبل أحد، بس هي مش جبل أحد، لا هي عشان طلعت منك ربنا كبرها لك، ففاجئك بيها يوم القيامة إن دي التمرة بتاعتك. هي دي التمرة؟ أيوة. عشان وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، من حب فيك أقل حاجة كبرها لك ورضي بيها. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لنا من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رغاوي البحر اللي بتغطي البحر، كناية عن ضخامة وكتر السيئات اللي بينك وبين ربنا، مش اللي بينك وبين الخلق. اللي بينك وبين الخلق تحتاج إرجاع للحقوق، لكن مهما عملت في حق الله سبحان الله وبحمده تغفرها. ليه؟ عشان طلعت منك أنت. يبقى ما تكسلش أنك تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة كل يوم، عشان تروح يوم القيامة تجدوه عند الله. لما الرجل دخل على سيدنا أبو الدرداء لقى حتة في بيته ما فيهاش عفش، قال له فين العفش بتاع بيتك؟ فقال له أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لنا عند الله دارا هي خير من هذه الدار، وأنا أرسل إليها خير المتاع. فكأنه تصدق على حد الظهر بيتجوز ولا حاجة، وهو عارف أنه هيلاقي ده. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. عارف لما أقول لك ولله المثل الأعلى، أنا مركز معاك قوي، أنا شايف كل حاجة، أنت حالك شغلني، أنت حالك يهمني. الله بصير سبحانه وتعالى بكل شيء بنعمله، عشان إحنا كبار عند ربنا. فاللي بيشتغل 8 و10 و12 ساعة في اليوم ده، أنت هتروح تلاقي نفسك من الأولياء الكبار. ما أنت أفنيت عمرك في خدمة نفسك وفتح بيتك وفتح بيوت الناس، والأم اللي بتربي، والإنسان اللي بيصلي كل يوم 2 ركعة بالليل. الحاجات اللي انت بتعملها وتنساها دي أحصاه الله ونسوه، وهتروح تقابل عند ربنا بقى مفيش حاجة بتضيع عنده. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا. نكمل المرة الجاية قضية مهمة جدا عن مين هيخش الجنة ومين هيخش النار، ولكن المرة الجاية إن شاء الله. صباحكم كله خيرات وتيسير وبركة، نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.